هاي جيرلز، معكم ايا من انوثة. اليوم رح احكي على نيكس لانجري ليبستيك. تغليف هالليبستيك بسيط، فهو بيجي بعبوة زجاجية، اما بالنسبة لأداة التطبيق فهي بتجي طويلة اطول من المعتاد ونحيفة لحتى يسهل انه نطبقه على الشفايف. بس بدي الفت انتباهكم لنقطة انه مو بيتطبق على كل الشفايف من مرة واحدة. هالمجموعة بتجي ب 24 لون، بس هالألوان كتير قريبة من بعضها وهي من درجات ترابية، لهيك مننصحك انه تجربيها قبل ما تشتريها. ولسبب تاني انه هو ممكن يتغير لونه بعد ما تطبقيه على الشفايف. نحن جربنا لونين اللي هن كاباري شو، اللي هو بيبين على العبوة انه بينك بس بيتحول بعدين لبني، وجربنا فرنش ميد اللي هو خشبي وردي. نوع الليبستيك هو ليكويد، يعني تركيبته سائلة وتأثيره مات. الشيء الحلو فيه انه هو بينشف كتير على شفايف لدرجة انه ما بينمسح غير بالميك اب ريموفر. هذا الشيء منيح لانه ما بتحتاجي تجدديه خلال النهار، بس لازم تنتبهي لنقطة انه هو كتير بينشف الشفايف، فلازم اول شيء تقشريها قبل ما تطبقيه، ولازم تطبقي كريم مرطب. بالنسبة لريحته فهي قوية وممكن تكون مزعجة لبعض الناس، أما بالنسبة لسعره فهو 7 دولار على الموقع الرسمي لنيكس. هو سعر منيح لأنه كميته منيحة وسعره أقل من غير براند. هي كان ريفيو لنيكس لانجري ليبستيك، إن شاء الله تكونوا حبيتوه. إذا بدكم تعرفوا أكثر قروا الريفيو اللي حضرنا لكم إياه، واكتبوا كومنت in the comment box below. تروني for more videos reviewing more products.